وللحديث عن دور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة فوزية زينل الفائزة بمقعد مجلس النواب في انتخابات عام 2018. مساء الخير أستاذة فوزية، بداية نبارك لك ثقة الشعب وفوزك في الانتخابات النيابية، وليس غريبا على المجتمع البحريني الإيمان الكبير بدور المرأة في السلطة التشريعية، وأيضا ليس غريبا على المرأة البحرينية هذه الإنجازات المتتالية. طبعا الاحتفال بيوم المرأة البحرينية هذا العام في المجال التشريعي والعمل البلدي يتزامن مع نجاح 10 سيدات، 6 سيدات منهن وصلوا لمجلس النواب و4 للمجالس البلدية. ماذا يعني لك هذا الفوز وأنت تتحدثين اليوم بالنيابة عن المترشحات الفائزات في المجالس في مجلس النواب والمجالس البلدية؟ بداية يسمح لي لحضرتك أن أتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان والتهنئة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمين، وصاحبة القلب الكبير سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة يوم المرأة البحرينية، مناسبة أعياد البحرين بهذا الشهر والعيد الوطني القريب إن شاء الله، بمناسبة فوزنا جميعا بالمسيرة الديمقراطية اللي تكللت بنجاح، واحتفائنا بعطاءات المرأة البحرينية في كل مواقع المختلفة اللي هي فيها. فكل التهنئة وكل التقدير وكل الشكر للقيادة وللشعب البحريني الأبي الذي استوعب العملية الديمقراطية وآمن بها ولبى نداء الواجب بممارسته بشكل إيجابي وجميل. نعم أستاذة فوزية، ما هي يعني دلالة المساهمة الكبيرة التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة البحرينية والمساندة الكبيرة في وصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من إنجازات ومكتسبات أيضا سواء في مجال التشريع والعمل البلدي وأيضا في جميع المجالات الأخرى التي يقدمها المجلس؟ نعم، يعني طبعا مثل ما الكل عارف أن تاريخ المرأة البحرينية تاريخ طويل في العمل العام والعمل السياسي، والحديث عنه يحتاج إلى مجلدات وليس دقائق في نشرة أخبار. نعم. ولله الحمد على هذا التاريخ، ولكن إسهامات المرأة في نهضة البحرين وتطويرها أو تطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو خير شاهد على قدرة المرأة البحرينية على قيام بدورها الوطني على أكمل وجه. ودور مجلس الأعلى للمرأة دور رئيس وأساسي في تقليل الفجوة ما بين الرجل والمرأة في المشاركة بالشأن العام، وذلك من خلال الاستراتيجية المتميزة التي وضعت من أجل تمكينها في جميع المجالات وليس في المجال السياسي فحسب. وهذه الاستراتيجية كانت وما زالت وستستمر إن شاء الله لتمكين المرأة في مختلف المجالات وتعزيز دورها الفاعل والنجاحات اللي حققتها إلى جانب الرجل. احنا دائما نقول الرجل والمرأة يعني يتكاملان من أجل نهضة البحرين والأخذ بها إلى مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله. نعم نبارك لك الفوز مرة أخرى ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. سعادة السيدة فوزية زينة العضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.